جيلي تمام. ادوني مرتبتين. تمام ملزمة. هنركع ملازم تاني. اليد كاملة. اليد اهي. ثانية واحدة. اليد. اليد سكين. ملناش دعوة بيها. بعد السكين عندي في اليد. ما فيش الفش. ماليش دعوة بيها. بعد كده عندي مين في اليد دي؟ بالمر فش. بالمر فش. جيت بالمر فش يا. جيت بالمر فش. تمام. بعد البالمر فاشيا عندي هنا لير. اللير دي فيها مين؟ التندونز بتاعت السوبرفيشياليس والبروفانداس. ومين طالع من التندونز دي؟ اللومي. ومين دي؟ البالمر. خليها البالمر فاشيا. بعد كده عندي اخر سبيس، اخر لير في الايد. مين اخر لير في الايد دي؟ البون. ومين اللي ما بين البون؟ الانتروسيال. الانتروسيال فادي. لو في انفكشن في السبيس ده ادي سبيس ده اللي في الايد ما بين مين؟ مين دي؟ ما بين البالمر فاشيا، ما بين البالمر، ما بين البالمر ابيدروزز والتندونز اللي طالع منها مين؟ اللومبريكلز. الانفكشن في السبيس ده اسمه ايه؟ سوبرفيشال من بالمر سبيس. الانفكشن في السبيس هنا سوبرفيشال من بالمر سبيس، ماليش دعوه بيه. نيجي بقى للسبيس ده اهو. السبيس ده مفتوح ولا مقفول على بعضه؟ مفتوح. السبيس ده مفتوح على بعضه. ربنا قفله، ربنا قفله بالسيبتم كده. السيبتم ده نازل من مين؟ من فوق، من بالمر ابيدروزيس. والسبيس ده ماسك في مين؟ من تحت، في السير متكاربر بول. في السير متكاربر بول. فالسبيس ده ربنا اللي قسمه مش انا. ربنا قسمه تو سبيسز. ده اسمه ايه؟ ديب من بالمر. وده اسمه ايه؟ سينا. ده اسمه ديب من بالمر. وده اسمه ايه؟ سينا. ربنا قفله كمان يمين وشمال. فهنا كده هنحط فاشل سيبتم تاني اهو. فالفاشل سيبتم ده عشان يقفل السينا سبيس نازل منين؟ بالمر ابيدروزيس اللي عطى رقم كام؟ واحد. وعشان نقفل الديب من بالمر سبيس، عشان نقفل الديب من بالمر سبيس نزل فاشيال سيبتم من منين؟ من بالمر ابيدروزيس اللي عطى رقم كام؟ خمسه. ما انا ما عنديش ثلاث ايدين. ماشي فاهمين. انا بحاول افهم كل الناس. يا في ناس بره مش فاهمين، في كل الناس ما تفهمش من اول مره. وانا المفروض الاول عندي زي الاخير ده يعني مبدئي. تمام. الديب من بالمر سبيس ده، الديب من بالمر سبيس بيبقى فيه سوالينج وانفلاميشن في الحته بتاعه الميد بالمر سبيس. الديفورميتي بتاعه الميد بالمر سبيس ان الثلاث صوابع دول، الثلاث صوابع دول بيحصل فيهم فلكشن عند الليفل بتاع الميتاكاربو فالنجير جوينت بس. ليه الديب من بالمر سبيس بيعمل فلكشن في الميتاكاربو فالنجير جوينت بس؟ بيديت اللومبريكلز اللي قدام، بيديت اللومبريكلز اللي قدام. طيب الديفورميتي بتاعت السينال سبيس اسمها ايه؟ بالوني في سينال ايه؟ امينس. والصباع بقى فيه وقت هنا تكتن انفكشن اب ايه؟ اب دكشن. ودي الديفورميتي بتاعت السينال ايه؟ سبيس. لما اجي بفتح ميد بالمر سبيس بفتحه بالعرض ترانسفيرس. بعد ما بفتح الميد بالمر سبيس بالعرض كده باجي هنا وادوس، بدوس على مين؟ على الويب سبيس عشان كونكتد ببعض. لو دوست على الويب سبيس طلع فاص منين؟ ميد بالمر سبيس. اروح جايب المشرط بالعرض برضو، بالعرض ضارب على مين؟ على الويب سبيس. اللي مكتوب عندكم في الورق، المكتوب عندكم في الورق قلت لكم ما تركزوش عليها قوي، ان ساعات خلاص انسوها يعني. ان ساعات لما بيفتحوا الويب سبيس بيفتحوا عليه كاونتر انسيجن من ورا هنا بالطول عشان يبقى الويب سبيس ترند احسن. مش عايزها، مش عايزها. انا عايز في لما افتح ويب سبيس، لما افتح ويب سبيس
هعصر مين؟ الديب ميد بالمر. ولو فتح الويب سبيس، لو فتح الويب سبيس وعصرت الديب ميد بالمر فطلع باص من الويب سبيس، اضرب المشرط على مين تاني؟ على ميد بالمر سبيس. الويب سبيس ده وميد بالمر سبيس كونكتد مع بعض بمين؟ باللومريكس. اللومريكس هم اللي بيكونكت ما بين مين؟ الاثنين. امسك يا مهندس، امسك الاثنين دول مع بعض. تمام؟ تمام. اديله سينوفايتس بقى، انفلاميشن في اي سبيس من الثلاثه. يعني اديله سينوفايتس، هل انفلاميشن في الحته دي؟ طب هل انفلاميشن في الحته دي؟ ما اديله سينوفايتس انفلاميشن في مين؟ في الحته دي. كده يا ابني. هو هنا في مين؟ التنفس. واي واحد من الديب ميد بالمر سبيس اللي جنب مين؟ السينر سبيس، انتين اللوب، انتين اللوب التنفس بتاعه السوبرفيشيالس والروماندس بالريليتد بط لومبريكس. واي ديب ميد بالمر سبيس او سينر سبيس مين وراهم؟ البون والريليتد بط انتروسيون. فورا السينر سبيس، ورا السينر، ورا السينر سبيس انا عندي الدورس انتروسيس. اسمها ايه الدورس انتروسيس؟ ابطال الكورس. شكرا. انا كده يعني اكدت ان كنتوا فاهمين مين مزايا مين مين. اه يا مصطفى تاني. خد يا سامي. اصبروا لي قدام. يا مصطفى مكان. اصبروا لي قدام. البرزنتيشن بتاعتي احسن. ده بقى الزلة دي اسمها ايه؟ ريديال بيرس. والزلة دي كبيرة قوي اسمها ايه؟ ارنر بيرس. وده اسمه سايكوبيل تشيز بتاع السكند فيجر لوحده. وده اسمه ايه؟ سايكوبيل تشيز بتاع السيرد فيجر لوحده. وده اسمه ايه؟ سايكوبيل تشيز بتاع وات؟ الفورس فيجر او الرينج فيجر لوحده. ده يحصل في الديوسينوفايتس لوحده، ده يحصل في وات؟ ديوسينوفايتس لوحده، ده يحصل وات؟ ديوسينوفايتس لوحده. يعني مش لازم يحصل في التلاته. ماشي. اي ديوسينوفايتس لوحده هيبقى صراع الانفليم لوحده، مش هيخاصم حاجه اسمها وات؟ جلبان فور كاردن ساينز اند سيمتومز اوف ديوسينوفايتس للصراع الواحد. الصراع الواحد هيبقى فيه ايه؟ سيمتريكلي سوارم فيجر. الصباع كله وارم ورجعه. الصباع كله، الصباع كله فيه فلكشن في الجوينتس كلها. مين الجوينتس كلها؟ ميتافارمو فالنجيا، بروكسمال انتر فالنجيا، دينتال انتر فالنجيا. انما ميت بالمر سبيس، ميت بالمر سبيس كان فيه فلكشن في الميديال 3 فينجرز ميتافارمو فالنجيا جوينت بس. يعني لو ده في تيروسينوفايتس هيبقى ده عامل كده. لو عندي ميت بالمر سبيس هتبقى الديفورميتي كده. بالتالي في فرق واضح خالص. دي اسمها ايه؟ فروج هاند. ودي اسمها ايه؟ كنفال. تمام. الصباع ده كله وارم، الصباع ده كله بيوجعني باسيف واكتيف موفمنت، الصباع ده فيه فلكشن فين؟ كل الجوينتس دول اسمهم كنفال فور كاردن سيمتومز اوف تينو ايه؟ سينوفايتس. لو بني ادم عنده ريديال برسايتس، لو هيبقى عنده ريديال برسايتس هيبقى عنده كنفال فين؟ في الصم. وعنده انفلاميشن في الاناتومي بتاع مين؟ الريديال بيرس. عنده انفلاميشن اكستندنج للريديال بيرس. الصعوبه كلها لو العيان عنده النر برسايتس. واللي انا بشرحه في النر برسايتس ده اكيوت سيبتك النر برسايتس. لان النر برسا كان بيحصل فيها حاجه ثانيه خدناها الحصه اللي فاتت. الأنر برسا دي كان بيحصل فيها كرونيك انفيوجن نتيجه تي بي. لما الأنر برسا كان بيحصل فيها كرونيك سبيسيفيك انفيوجن بالتي بي دي اللي اسمها كومباوند بالمر جانجليون.
مالهاش علاقه خالص بالنشاط دلوقتي اللي اسمه اكيوت سيبت كارنر بريسايتس. الثانيه كانت كرونيك سبيسيفيك ان بريسايتس. اصلا ما تاخدش في الشابتر بتاع اكيوت انفلاميشن، بتاخد في الشابتر بتاع الايه؟ سوالينج، عشان بتعمل سوالينج رازر انها بتعمل انفلاميشن. المين بريزنتنج سيمبتوم سوالينج، هنا المين بريزنتنج سيمبتوم انفلاميشن. الان بقى اللي عنده النر بريسايتس هيبقى عنده كنبال فور كاردنال سيمبتومز وساينز في مين؟ الان اللي عنده النر بريسايتس، النر بريسايتس اهو، هيبقى عنده فور كنبال كاردنال سيمبتومز وساينز في مين؟ في الليتل فينجر. يعني اللي انت بتفكر هو اللي ريت وانفليمد وفي سيمي فلكشن لكل الصوابع وهو اللي بيوجعه ولا مش عارف يحركه قد كده وبس. بالاخر السايكس هيبقى في ساينز اوف انفلاميشن لغايه الريت ماشي على الاقل بتاع مين؟ الالنر بس. بالالنر بسايتس، بالالنر بسايتس الثلاث صوابع دول ما فهمش ساينز اوف انفلاميشن، هما الثلاث صوابع دول فيهم ايه؟ فلكشن بس. بيقول جوينتس عشان التانجل نفسه شد. التانجل ما التانجل ده سوبرفيشيال بروفاندس، والسوبرفيشيال بروفاندس بروكسيمال وديستال. تمام؟ واللومبريكس طالع منهم. واللومبريكس طالع منهم. اللومبريكس طالع من التانجلز. فعشان كده كل جوينتس بتبقى انفليم. يعني ليه؟ الديستال انترفالجيال جوينت فلكسد. ليه بقى يصبع؟ ليه بقى يصبع من دول؟ ليه بقى يصبع من دول؟ ليه بقى يصبع من دول؟ يسيب الفلكشن في الول جونز. لان التاندوم بتاع البروفاندر سيم فليم. التاندوم بتاع البروفاندر سيم فليم. والتاندوم بتاع مين تاني فليم؟ السوبرفيشال. وليه البروك وليه الميتاكاربو فالنجيال جونت فيه برضه فلكشن؟ عشان اللوبرج طالع من التاندوم. فلازم اللوبرج اللي يحصل فيها ايه برضه؟ سبيس. فعشان كده كل الجوينتس سبيسيفيك. ايه الافضل كومبليكيشن للالنر اوريديال بريسايتس والكينوسيرفايتس؟ بالعقل كده، بالعقل كده، سيبك من الارنر، سيبك طبعا هنا ممكن يعمل ميديا نيرف كومبريشن. بالعقل كده، ايه الموست سيريس كومبليكيشن اوف كينوسيرفايتس؟ التانتون يتبهدل. نكروزس في التانتون. المونتيتيدس كومبليكيشن يحصل البروسيس في التانتون، التانتون هيعفن، التانتون هينتن، التانتون هيبوظ. دي المونتيتيدس كومبليكيشن الكينوسيرفايتس، البروسيس في التانتون. طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ نعالج العيان. نيجي للسكيما الحلوه اللي بتحبوها. هنعالج العيان. قبل ما نعالج العيان هاندي ديفيشن ولا هاندي ديفيشن؟ انتيبيشن. قبل ما نعالج العيان هنديه انتيبيوتكس بالبركه ولا انتيبيوتكس اكوردنج للكالتشر قبل ما نعالجه؟ بالبركه طبعا. انا مش لسه المص متنيل ما فتحتوش. قبل ما اعالج العيان احط ايده بوزيشن ماكسيموم ريست ولا بوزيشن ماكسيموم فانكشن؟ ريست. انت عندك كينوسيرفايتس، تعالى افتحها بكره. لغايه بكره، لغايه بكره حاول في البيت تقعد تعمل ايه؟ انتيبيشن. حاول في البيت كده اي حد يجيب بريبانتج وفاهم حد من اهل المثقفين ازاي يربط ايده في البوزيشن ماكسيموم وان. في البيت والنبي خد يوم 30 1 جرام لغايه ما تيجي بكره، وبعد بكره لما اقدرش بكره بغير مين؟ الانتي بيوتيك. فباجي يفضل يا دكتور هتديني بنت مواضيعي ولا اجي صايم هتديني بنت كلي؟ العين يجي ازاي؟ صايم يعني هتديني بنت كلي. هنفتح العيان عند الجنرال وات انستيزيا، هنفتحه ازاي حول؟ بعد ما نفتح العيان هناخد عينه من القص بعد فور وات. طب عشان ندي العيان من العيان بعد كده كورد مين؟ الكالتشر والسنسيفتي. وهنحط دريم في العيان. وبعد كده واحنا بنغير العيان بعد العمليه بيوم او يومين هنربط دي بقى في اي بوزيشن؟ ماكسيموم فانكشن. هل ترى عقل كده لو في تينوس انفايتس في الصوابع تفتكر افتحه وتطمن؟ لا طبعا. ليه طبعا؟ لان كده خرجنا بره قواعد الفتح للصوابع، ما ينفعش الصوابع في بيت لاين بتون. بين فول ولوس اوف كاكتال سنسيشن والعدي على الكليس دول بتاعه. فلو في تينوس انفايتس بتفتح الصوابع ازاي؟ بفتح جميل.
طول ترانسبيرسنس سيجن هنا فكانوا مع الرسمه زي ما انتم شايفين هنا وهنا وهنا ايه المشكله في كده؟ بدايه مش محتاجه شرط على كده ولا محتاجه شرط تمام؟ انا مش بتكلم على سينا ولا اتكلمت على الاندر بيرسا ولا الريتيال بيرسا انا بتكلم على فتحه مين دلوقتي؟ كيلو سنوات في الصوابع كيلو سنوات في الصوابع هيتفتح طول ترانسبيرس سيجن عند نهايه التندون شيس واول التندون شيس عند التكاربو فالنتيال جوينت وال وهنا تقريبا عند التيرمينال فالنس طيب السؤال بقى اللي بالعقل كده بالعقل كده بالعقل كده لما افتح واحد هنا بالعرض وافتح واحد هنا بالعرض ده جبت المص كله؟ ده جبت المص كله؟ لا ما جبتش المص كله طبعا صح؟ طب هو عامل ايه بقى في العيان؟ بيعملوا حاجه تقريبا انا بقول بيعملوا في العيان بيدخلوا من هنا مش انا فاتح هنا وفاتح هنا بيدخلوا اخطار رفيعه جدا خرطوم رفيع تمام خرطوم رفيع زي الالكتريك كاتر ده خرطوم رفيع يعملوا ايه بقى بالخرطوم الرفيع ده؟ يحلوا من هنا ميه يستقبلوها من هنا يحلوا من هنا ميه يستقبلوها من هنا تعمل ايه الميه دي؟ تنضف المص ضربت العين هنا ضربة مشرط ضربت العين هنا ضربة مشرط لا ما يجيبش المص اللي اتنين دول شيس كله هو مدخل من هنا قطره قطره رفيعه طلعتهم السما يا مصطفى يا رب تكون فهمت عند السما ازاي صح طب يا ماما اختار اي لون غير الازرق من هنا ازرق احمر دي كاتر اهو هتدخلها اهو ناحيه من هنا ميه تطلعها من هنا ناحيه من هنا ميه تطلعها من هنا هتعمل ايه الميه في المص اللي جوه؟ وش شكرا يا مصطفى امسح بقى البتاع بتاعك شكرا يا مصطفى ربنا يديك الصحة في اي مشكلة في كده؟ اكمل شرح لو سمحت اكمل شرح ادوني فرصة اكمل شرح تمام العيان مفروض يشيل الدريب بعد قد ايه ومفروض بعد قد ايه العيان يبطل يجيب اي مص ويكون المص كله غلط ده 48 ساعه برافو عليكم بيقول لك ايه في الكيلو سنوفايتس لو العيان الدريب اللي انت حاططها اللي هي شبه مين الدريب دي؟ جوانتي لا يا ماما الاسطره اللي انت كانت شبه الدريب كده لا مش عقد الاسطره الاسطره ما مصطفى مسحها يعني عملنا فيها ايه؟ شلناها هنحط درين صغيره كده لو درين دي قعدت تجيب اكتر من 48 ساعه معناها ان جوه في سورس اوف نكروزز او انفكشن مين بقى اللي جوه عامل دلوقتي سورس اوف نكروزز وانفكشن التندون اللي مات التندون اللي مات فالعيان بعد ما بعمل درينج تيرو سيرفايكس لو لسه في ريزيدي ولا ديشارج معناها ان في جوه سيبت فوكس التندون اللي مات اعمل ايه بقى في التندون اللي مات؟ اشيل اشيله ما هو معناه انه مات يا بابا خلاص مات يعني نوت مش معناه لو نوت فايبر هم نوت فايبر خلاص هقول هعمل ايه؟ التندون يدخلوا في العمليه يشيلوا الحته النكروتيك يرموها في 60 خراره في الجبل برضه تمام تمام بعد كده الحمد لله ضمن الانفكشن ايه؟ اتشال بعد ما الانفكشن اتشال اكيد العيال ده هيبقى عنده مشكله في صباعه ليه هيبقى عنده مشكله في صباعه؟ عشان ما فيش تاني يبعتوا لحد بتاع مين بقى؟ جراحة يد يعملوا ايه بقى بتاع جراحة اليد ده؟ اي تاندون ترانسفير تاندون ريفت تاندون نزال على اي ديلا يتصرف هو معانا بس انا دلوقتي اهم حاجه عندي مش ان التاندون اعالجه اهم حاجه عندي دلوقتي اعمل ايه في العيان؟ الريزولت وات؟ الانفكشن ليه انت روحت هيحصل ايه في العيان؟ الله اعلم يبعتوا لحد بتاع تاندون كده احنا فتحنا مين؟ فتحنا مين؟ فتحنا مين؟ التاندون شيس عايزين نفتح مين بقى؟ الريتل والانا البيرسا ايه؟ ايوه رامز اتفضل ماشي 1 ويك خلاص هنقضي يا ميامي مفرق نديله فرصه يومين ثلاثه ما فرقش خمس ايام ما فرقش قعد مده طويله
ايوه باسل، ايوه حبيب قلبي. ايوه مش مهم، مش مهم طالما ما حزقتش فيها، مش مهم. اكسجين اوف ذا نيكروتيك تاني، مش مهم، مش مهم. انا عارف انا بقول ايه، مش مهم، مش مهم. ايه ده؟ دي مش حاجه مهمه وانا مش هقولها. في الالبرسايتس، الالبرسايتس بتتبعها بحاجه اسمها كنبان انسيجن. اخر بيت مين ده؟ كانت على طول جاردن ساين، وبرده كنبان عشان يطلع عنا طلع حاجه في الالبرسايتس اسمها كنبان ساين. ففي حاجه اسمها كنبان ساين فور الالبرسايتس، وفي حاجه اسمها كنبان وات فور كاردينال ساينز اوف وات تينو سيرفايف. كنبال عمل ساين هبل قوي 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 قوي، قال لك الشو ساين اوف انر برسايتس ان الماكسيمم تندرنس يبقى هنا عند علامه الاكس اللي انا عاملها ما بين التو كريسز بتوع ليد. ده عباره عن ساين سبيسيفيك للانر برسايتس. الانر برسايتس بالانر برسايتس دي حاجه اسمها كنبال ساين. كنبال ساين ان الماكسيمم تندرنس بين التو كريز بتوع الصوابع بتوع البال مالتي. ولا انتوا ما فيش هنا كريز؟ انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش حاجه، انتوا اللي حاسين. انا ما قلتش حاجه، عندكم هنا تو كريز اهو، تمام. لو الساين اوف ماكسيمم تندرنس بين التو كريز دي حاجه سبيسيفيك لمين؟ الاندر برسايتس. الاندر برسايتس كنبال بقى، كنبال جه فتح الاندر برسايتس ازاي؟ فتح الاندر برسايتس انسيجن عند سيف اليد. عارفين سيف اليد؟ هنا اهو بيدخل الاندر برسا من هنا. كنبال بيدخل الاندر برسا من هنا عند سيف اليد. مكتوبه الانسيجن ده ولا لا؟ ايه؟ لا مش مكتوب هنا. دي يمكن مش فاكر، مش كاتبه في فالس. ثانية واحدة. هنا ميسو، هي كنبال ميسو. هنا هي كنبال، هنا دي عند الانتروميديال سايد. هنا عند سيف، اليد يا بابا. هنا دي عند سيف اليد. هنا دي وكنبال، هنا لي وكنبال ايتالي. مش عارفين عليه ايه بالايتالي. دايما كده لما تلاقي كلمه في اي ورق يقول لك مثلا كنبال ايتال، يعني ايه كلمه ايتال؟ هو شركاء. فهو هنا ده واحد من الشركاء، فهي اسمها كنبال. هنا مش مهم اسمها ايه، اكتبوها كنبال وخلاص. هنا دي انا خلاص، ده عامل فتحه كده. المهم مش مهم اسمه، المهم انا بفتح عند فين؟ سيف اليد. بفتح عند سيف اليد، تمام. بعد كده لما نيجي نفتح العيان في فتحتين تانيين، والفتحتين التانيين دول غلط، دول غلط، بس هما اللي اتقالوا في المحاضره. فعلى طول نعمل ايه؟ ناخدهم زي المحاضره. ان الالنر برسا بتتفتح عند الريديال سايد، والريديال برسا بتتفتح عند وات؟ الالنر سايد. المشكله في دول، ان هما الفتحات وات؟ ما هماش ايه؟ ما هماش ترانسفيرس، ما هماش ترانسفيرس. بس مالهاش حل، لازم نمشي زي المحاضره. وطبعا لو حد في المحاضره كان مركز كان المفروض يروح حاضر يقول هلو مش ترانسفيرس. ادي الصوره اللي عديده اهي، ده كده الاندر سايد بتاع الريديال بيرس، وده كده الريديال سايد بتاع مين؟ الاندر بيرس. دول التو انسيجن طبعا، دول الجنس اللي احنا خدناه من اول بتاع اللي هي الجنس الاول اللي احنا خدناه، عشان دول مش وقت مش رمبرس، بس هما بيفتحوا كده. الريديال بيرسون عند الاندر سايد، والاندر بيرسون عند الريديال سايد. بعد ما افتحهم هعمل ايه في العيان؟ هدخل ايه؟ ساينس فورسبس. واعمل ايه في الساينس فورسبس؟ افتحها. تعمل ايه في الباص؟ اطلعه. وبعد كده هنحط ايه في العيان؟
درين ونسيب الدرين قد ايه 48 ساعه ونحط الهاند في البوزيشن اوف وات ماكسيمم ريست يوم وفانكشن على اليوم الايه على اليوم الثاني ولا هناخد انتي بايوتكس اكوردنج لوات كاسر وسنتين يعني اوعى النسيج اللي يخليك وانت بتكتب في الامتحان اوعى النسيج اللي يخليك تنسى ايه تكمل اوعى النسيج اللي يخليك تنسى تكمل طيب لو حبيت افتح كاونتر انسيجن افتح كاونتر انسيجن فين في الريتر والاندر سايز لا ويب سبيس ايه يا ماما ويب سبيس ايه الويب سبيس ده كان هناك في الجيم بارلر والسيلر في الريتر والاندر سايز لو حبيت افتح كاونتر انسيجن عشان اطلع ارقام زياده افتحه فين؟ افتحه في الريست ليه بفتحه في الريست؟ عشان داخل الريتر والاندر بيرس لو حبيت افتح كاونتر انسيجن افتحه في الريست اللي ده مكان اخر الريتر والاندر بيرس اهو ده المدفع اللي في الريست ده المدفع اللي في الريست تمام؟ ايوه دي فتحة الريست ده معانا ايوه على كلام الدكتور خالد سالتي بتقول على كلام الدكتور المحترم ابو العرب على هنمشي زي كتاب الاسم كتاب الاسم بتقول كتاب الاسم بتقول لما حد منكم النهارده في المحاضره زي ما اسراء بتقول لي طلع وقال للراجل بتاع التجميل يا دكتور انتوا كاتبين في كتاب الاسم بتاعكم ان البولي داكتلي هو الموست كومن هاند انومالي وانت النهارده قدام في المحاضره يا حضرتك السيد داكتلي وانا اساسا في ورقه الدرس كاتب ايه اساسا في السنه اللي فاتت السيد داكتلي مين اللي نزل بولي داكتلي؟ كتاب الاسم تمام؟ الا ما حد منكم بقى في الراجل بكلمتين خلاص تمام تمام يبقى نعمل زي الواد اكرم بتاع سنة محمد عارفين محمد اكرم بتاع السنه اللي فاتت؟ محمد اكرم اللي هو بيلعب سكواش مهم محمد اكرم كان جدع جدا كان محمد اكرم ينزل بالبوست بعد الظهر دكتور عادل عبد العزيز اسمه جرافه ضحيه طيبه وبعد لو سمحت حضرتك النهارده في المحاضره الدكتور بتاع التجميل قال البوست كمان هاند رومالي مين؟ سيد داكلي لكن حضرتك في الكتاب الاسم اللي انتم منزلوه مكتوب ان البوست كمان هاند رومالي هو مين؟ البول داكلي بعد اذن حضرتك لو جالنا سؤال ده ام سي كيو نجاوبه يا حضرتك والف الف شكر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بالظبط طب حاجه عامه طب حاجه كريم عاطف كانوا بيخافوا يكتبوا انا هاجر بيكتبوا في النساء فكانوا مخليين محمد اكرم بيكتب فين؟ في الجراحه صحيح ده هو ده ما عندكمش الدفعه محمد اكرم؟ ما عندكمش الدفعه كريم عاطف ومحمد عاطف؟ خلاص يا بنو تحيه طيبه بقى دكتور ابو نور حياه طيبه بقى قعدت لك يا دكتور ابو بيكتب الثاني اسمه ايه؟ محمد عاطف جهاد الناس اللي هي بتتكلم مع الدكتور عبد العزيز يا دكتور عادل السلام عليكم حياه طيبه بقى تمام ده ما اسمهوش اتاتا ده اسمه سؤال بادب حضرتك لو جالنا سؤال ده في كيو نجاوبه ايه؟ مش انت يا دكتور عادل منزل كتاب الاسم وانا منزل كتاب الاسم ما ينفعش الدكتور عادل يطلب بعد المحاضره وشاهد كتاب الاسم يعني لا ما ينفعش يا حبيبي دي كتاب اسم اللي بيحضر محاضره في البيت ده شغلته انه يحضر المحاضره ويجي يديها اقول لك كتاب الاسم ما ينفعش يقول حاجه عكس كتاب الاسم ما هو ده بقى الكوربشن بتاع البتاع ده الكوربشن ده الكوربشن يلا يلا نكمل فارونا سبيس فارونا سبيس كلمتين فارونا سبيس ده كلمتين ام سي كيو بارونا سبيس بارونا سبيس ما تقنعنيش النهارده هتكسلوا تروحوا تقولوا الهاند انفكشن بارونا سبيس هو السبيس عند اوستيك الساعة مكان اوستيك الساعة مكان اوستيك الساعة مكان ما بين ايه وايه قدامه البرونيتر كوادريتس لا ولا مش لا سوري مش البرونيتر كوادريتس ورا البرونيتر كوادريتس ورا البرونيتر كوادريتس قدامه الدانتوس بتوع السوبرفيشيالس والبروفاندس انا كاتب كده ولا مش كاتب كده ما الاندر والريديال بيرسال تيوب الدانتوس قدامه الريديال والاندر بيرسال
الكونز وراه البرونيتور كوادريتس. يعني لو حط شاطر من هنا بقوله ده البارونا سبيس اللي هنا, البارونا سبيس اللي البارونا سبيس اللي هنا قدامه الريديال والانال بيرسا اللي فيهم التندونز, وراه البرونيتور كوادريتس. والبرونيتور كوادريتس دي لو فاكرينها في الاناتومي اساسا دي كانت عضله كوادريتس كده مربعه ما بين مين ومين؟ الريديس والارض. بالظبط. ايه الحلاوه دي؟ في ناس لقطت الليله. يعني البارونا سبيس ده يعتبر على انهي ليفل بتاع مين؟ الديب بارمر. يعتبر على ليفل بتاع الديب بارمر صح؟ لان الديب بارمر كان مين قدامه؟ التندوس. وكان مين وراه؟ الانتروسيوري. والبرونيتور كودريتا دي في كتب الاناتومي يقول لك ايه؟ يقول لك يمين العظمه الانتروسيوري في الفور ارم. هو الفور ارم ما فيهاش انتروسيوري. بس مين العظمه الانتروسيوس اللي في الارم؟ اللي في الفور ارم برونيتور كوادريتس ما بين الريديس والارنا تعمل معامله ايه بالظبط؟ برونيتور كوادريتس الانتروسيوم عشان ما بين عضلتين مش ماسكه من فوق لتحت, هي ماسكه ما بين عضلتين عند نفس الايه؟ الليفل. ما بين عضلتين عند نفس الليفل. فالبالونا سبيس دوت ربنا يخليكم ليه بيهمنا بس؟ البالونا سبيس بيعتبروه وان اوف ذا بالمر سبيسز عشان هو على نفس الليفل وفي كوميونيكيشن ما بينهم بين الديب بالمر سبيس والريديال والسينال سبيس بيعتبروه كوميونيكيشن. فساعات في مره من الاسئله بيقول لك قول لي ايه البالمر سبيسز اوف ذا هاند؟ مش بالمر سبيس, مين البالمر سبيسز اللي في الهاند؟ مين البالمر سبيس؟ مين اشهر تو بالمر سبيسز؟ ديب بالمر وسينر سبيس. ومين يعتبر بالمر سبيس؟ سوبرفيشال ميد بالمر. ومين يعتبر بالمر سبيس على نفس الليفل؟ البارونا سبيس. البارونا سبيس مين الخامس اللي اعتبره بالمر سبيس لو حد شاطر؟ لا لا ما السينر معانا اكيد يا ماما. الويب سبيس اللي الويب سبيس عشان كونكتد معاهم بالظبط. كونكتد بمين؟ باللوجيكال كلام. فالخمسه بالمر سبيسز هما دول, الخمسه بالمر سبيسز هما دول. البالمر سبيسز اللي احنا عارفينهم الديب بالبالمر والسوبرفيشال بالبالمر والسينر. مين اتحط تبعهم؟ مين اتحط تبعهم؟ البارونا اتحط تبعهم. مين تاني اتحط تبعهم؟ والويب سبيس. الخمسه دول اسمهم الخمسه بالمر سبيسز. يعني لو عايز يجيب سؤال ام سي كيو صعب قوي 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 هيقول لك مين من دول مش بالمر سبيسز انفكشن؟ يعني مثلا مين من دول مش بالمر سبيسز انفكشن؟ ويب سبيس, بالونا سبيس, سينر سبيس, ريديال بروسايتس. مين من دول از نوت بالمر سبيس انفكشن؟ مين؟ ريديال بروسايتس. ريديال بروسايتس والاذر بروسايتس ار نوت تبع بالمر سبيس. ماشي؟ ماشي. تقريبا الحاجات الصعبه في الهاند انفكشن خلصت. هناخد الحاجات السهله. احنا بنخلص يا فندم لما الراجل بيأذن. احنا مرتبطين بيهم ما اعرفش. لا 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 اول يا ابني رمضان ايه بس مش لما نعدي الامتحان الاول زي مثلا كل الناس بتسالني هو الراجل ده هيحط لنا امتحان قبل السنه؟ يا ابني لسه العبار بيد الليله ما حطش يمكن ده موت قبل الامتحان. انا موت قبل الامتحان حبيبي. انا الدنيا بتفهم حاجه حبيبي. بص دنيتك يا ابني دنيتك اتعلم مني اتعلم مني. ما تحطش بلان سبع سنين قدام. ما تحطش بلان سبع سنين قدام. عايز لا 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 عايز تبقى ناجح في الدنيا دي حط شورت بلان الاول. اعملها انجح فيها وبعدين اعمل ايه؟ شورت بلان تاني. يعني ما حدش يقول لي انت ايه البلان بتاعتك لغايه اخر السنه؟ انا لسه ما حطيتهاش. انا البلان بتاعتي لغايه امتحان 16/5. عندنا امتحان 16/5 انا عارف مين لبنان وعارف انا هعمل ايه. لما اعدي امتحان 16/5 ابتدي افكر في وقت في الخطوه اللي بعديها اتعلم مني. لان ممكن اقول لك امتحان 16/5 يحصل ايه؟ مش هسمع. ممكن يحصل كلها طبعا.
ممكن قاعد بيسجلوا مصروف ده شيل الكلام ده من التسجيل. ممكن يحصل اي مشكله تمام. يعني مثلا الطريقه بتاعت اليومين دول السكرتيره نفسها انا اتعلمت منها. السكرتيره بتاعت الاسم لا مش حاجه تحبي بتاعت الاندر جاد. في واحده ثانيه اسمها مدام فاطمه. مدام فاطمه دي مدام فاطمه واخداني باسمي كده. لو مثلا انت هتروح الجامعه تعمل كذا دي بلان اروح الجامعه اعمل كذا. لو مدام فاطمه كانت يعني كتبت لي ال 87,000 طلبه اللي مكتوبين عشان اقدم في اللجنه عمري ما كنت ايه؟ كنت بقى ملعون اقول ايه؟ ملعون اقول ده ايه؟ خد كده كل يوم واحده واحده. بص احنا عندنا لغايه بكره الثاني هنعمل كذا. بعد بكره هنعمل كذا. وانت اظن اكتر فتره بيشوفوني فيها في الكليه اليومين دول صح؟ شايفيني ماشي. كان امبارح كان في واحد زميلي ماشي معايا في ناس سلمت عليا بقى الدكتور ده انس انس بتاع الكبار كمان. انس ده يعني بقى له 6 سنين عايش في ابو ظبي. شفت انا انس امبارح بقى له 6 سنين عايش في ابو ظبي. لما هو قال لي ابو ظبي بيروح مستشفى بالبنطلون مش بالبنطلون حاطط عارفين البنطلون؟ لا اللي هو اللي تحت الركبه ده. ده كريم عبد العزيز في الفيلم بتاع حراميه الطايره تمام؟ فانس امبارح كان ماشي في الكليه اول يوم بقى يجي مصر لسه. طبعا بالروح لسه باقي الناس فين؟ لسه باقي الناس عايش في ابو ظبي تمام؟ فانس برضه ده امبارح عايز يعمل ايه؟ عايز يترقى هو استاذ مساعد عايز يترقى تمام؟ انس مزنوق جدا جدا في الاوراق مزنوق جدا تمام؟ انس ما عندوش غير 6 ابحاث طالما جت القصه واحنا اتفقنا بنترقى بكام؟ 8 ابحاث تمام؟ انس كان نابي جونيور معايا. يعني ايه نابي جونيور معايا؟ يعني لا يعني انا اكبر منه قد ايه؟ سنتين. انا اكبر منه بسنتين ايه الفيلم اللي ممكن اعملها في اليومين دول؟ وانا اقدر اعملها؟ احط اسم معايا في التو بيبرز اللي انا داخل فيهم. دي متعه المصريين والعيش والملح ليه؟ العيش والملح اللي ما بيننا عشان هو مزنوق تمام؟ انا كده ولا كده البيبرز جاهزه ومعموله ومنشوره وكل حاجه. وقت المتاع ممكن اعملها من غير ما هو يطلب حقها دي متاع بتتعمل ولا بيبرز كده ولا كده يعني منشوره تمام. لو انا حطيت اسمه على طول بيبرز اللي انا هعمله هو كده هيعمل ايه؟ لا مش هيترقى الاسم هيدخل اللجنه معايا عشان كده البيبرز بتاعته ايه؟ جاهزه بالظبط. ايه بقى السيناريو اللي ممكن يحصل؟ المفروض ما ازعلش عشان كده حاجه طلعت مني متاع. ايه اسوء سيناريو ممكن يحصل في اللجنه ومفروض ما ازعلش؟ هو ايه كمان الله ده اسوء سيناريو ممكن يحصل. بس لو السيناريو ده حصل مفهوم ما ازعلش. ليه مفهوم ما ازعلش؟ عشان دي حاجه طالعه مني بمحبه. ما ينفعش حاجه تطلع منك بمحبه تزعل عليها بعد كده. خلاص دي طلعت منك كده يا بتاع. لو ما نجحتش في دي على المحبه اللي عاملها ربنا هيعوضني في حاجه ثانيه. لما تيجي تعمل حاجه بدنيتك يا تعملها بمحبه يا ما تعملهاش. وافتكروا كلمتي يا تعملها بمحبه يا ما تعملهاش. يلا وصلنا لغايه فين؟ البارتنر سبيس. نيجي لاند انفكشن لاب. تمام. ده برونيكيا ولا مش عارفين برونيكيا كمان؟ ممكن ناخد هاند انفكشن قبل عشان الهاند انفكشن عادتنا يعني. احنا لسه مش عارف هنخلص مع الاذان. الهاند انفكشن فاضل فيها حاجات قبل. عملنا القانون بس هو ده الهاند بتاعه. بيعمل انفكشن في الريد. مش عايز اكتر من كده. القانون سبيس بيعمل انفكشن في الريد. برونيكيا. طبعا لو عايز يجاملك يعني سؤال اقبل كده من الاسئله اللي اتباعت او المنشور عندهم. ايه الموست كومن هاند انفكشن؟ ده بصي ده يعني. ايه الموست كومن هاند انفكشن؟ برونيكيا. مش بارت سبيس على فكره. السكند موست كومن هاند انفكشن بارت سبيس. البارونيكيا. البارونيكيا it is infection of the tissues related to the hidden part of the knee. النيل بات يعني الحته دي. It is infection of the tissues related to the hidden part بتاع النيل.
طبعاً ده ملوش specific deformity. ملوش specific deformity. وبعدين ممكن نراجع مع بعض مش هنخسر حاجة برضو. كل specific deformity اللي خدناها. كانت specific deformity بتاعت البارد سبيس. البارد سبيس مكان. البارد سبيس مكانش فروب هنا. الوصف كانت الديفورمتي بتاعته لصو فالب ريزيليوس. كانت دي الديفورمتي بتاعت الويب سبيس. واي سيباريشن لتو فينجرز. كانت دي الديفورمتي بتاعت ديب البالمر سبيس. فروج هاند. كانت دي الديفورمتي بتاعت السينال سبيس. واي سيباريشن او ابدكشن الصامب وبالونج اوف ذا ايه؟ سينال ايرنس. كانت دي الديفورمتي بتاعت التيروس اند وايتس اهم حاجه طبعا. فلكشن اوف اول جوينتس. فلكشن اوف اول جوينتس. كانت دي الديفورمتي بتاعت البالونا سبيس. لا شو بريد تمام ده دي البرمجه اللي احنا عارفينها الفاشن ريتد اللي هي البارت بتاع ايه عايزين نفتحه عايزين نفتحه بيفتح ازاي ان شاء الله بيفتح هنا كده دي شيبت انسيجن سوغانتور جنرال ولا لوكال ده لوكال اني لوكال اللي هو ريجي انفلتريشن لو البرمجه لو البرمجه على ناحية واحدة بيفتح في شيب انسيجن يعني على ناحية واحدة حضرتك زي ده اهو ده على ناحية ولا ناحيتين؟ ناحية ولا ناحيتين ده ناحية ولا ناحيتين؟ ده ناحيتين واخد الكيرف كله يعني ده واخد حتة بس لو على ناحية واحدة في شيب انسيجن زي ما كاتب المعلقة طيب يعني ايه بقى ترينجلر فلاب از ريد يعني بعد ما بعمل دي بروح رفع دي زي الوضع افتحها كده الرانك بعمل حرف البي دي تتربع على انها ايه؟ فلاب رانك ايه مش تعلمت مش تعلمت سهلة بقى بدي برفعها ترانك عشان اعمل ايه في البصر جوه ندرنش كويس واروح اعمل ايه في الفلاب دي مراجعها بالبلاش مش مراجعها بغرز لو رجعتها بغرز ابقى عملت ايه؟ قفلت برجعها بالبرش ده يكونوا مش فاهمين في مصيبه ده يكونوا مش فاهمين دي هعمل في شيفت انسيجن رفعت الترانجل عملت ايه في الباس؟ بطيته رجعتها كده من غير ما ايه؟ من غير ما خيطها واربطها عشان ما يبقاش عنده رو ايريا سكين لوس يا سامي وليه ما خدتش فيها غرز؟ عشان لو قفلت غرز مفيش باص تاني هيطلع قفلت لو على فيلز يتوى ليه؟ باص طيب لو ضروري رجع ناحيتين لو ضروري رجع ناحيتين هنفتح تيرفت انسيجن كده وارفع دي بقى ترانجل ها؟ لو عملت كيرفت انسيجن دي تترفع ترانجل ولا تترفع ريكتانجل؟ لما اعمل كيرفت انسيجن دي تترفع ازاي؟ ريكتانجل ريكتانجل والباص ايه؟ يخرج واعمل ايه في الريكتانجل تاني؟ ارجعه تاني واربط عليه كليب باند وارجعه بغرز ولا من غير غرز؟ من غير غرز يجي ال الكتور برونيك لو الباص تحت النيل هضطر اعمل ايه في النيل؟ اشيله لو الباص تحت النيل هضطر اشيل النيل الكتور برونيكيا باص ميكسات تحت النيل سبع جول لازم نشيل البروكسيمال سيرف بتاع النيل لو الباص تحت النيل هشيل البروكسيمال سيرف بتاع النيل يعني هشيل الحته دي بس من النيل هتطلع تاني ولا مش هتطلع تاني؟ هتطلع تاني عارفين ليه هتطلع تاني؟ عشان ما شلتش الحته دي من النيل من جدرها جدرها اللي تحت اسمه جيرنال ماتريكس لو عايزين نشيل النيل وما يطلعش تاني لازم اشيل النيل بالحته اللي بيطلع منها من تحت اللي المزروعه فيها اسمها جيرنال ماتريكس بس هنا هيطلع تاني هيطلع تاني كل البرميكي مش عايزها ده كلمه خايفه ويتلو في حاجه اسمها سابكو ديكلر ويتلو فين يا سامي ايوه يا فندم يا ابني فين السؤال؟ فين الحته فين السؤال؟ فين السؤال؟ جيرمينال ماتريكس هديك حته ثانيه انا قطع
غطينا عشان وزاره الجنه ماتريكس الصباح الضفر حيطلع تاني. ويتلو بشير الصباح ايه يا سيد؟ يا ابني بشير الصباح رجع بشير الصباح قاعد بوريك قاعدين معانا بتاع الصباح. لا رامز عندك حق يا ابني عندك حق. هنا في حاجه اسمها سب ديكلر ويتلو. سب ديكلر ويتلو يعني باص اندر كلوتيكال. يعني ايه كلمه اندر كلوتيكال؟ يعني انفكشن وزيد زي الابيدرمس بس. لو العيان عنده بين سوبرفيشال انفكشن لونج الابيدرمس بس ده بيسموها سب ديكلر ويتلو. هو من ضمن الانتي انفكشن ده اللي بيحصل لنا كل يوم. تمام. لو الباص ده اكستند لغايه الدربس او الناشيه بيسموه كولر ستارد ابسس. كولر ستارد ابسس. لو عدى مرحله الابيدرمس ودخل بوردي بيسموه كولر ستارد ابسس. كولر ستارد يعني حته سوبرفيشال وحته ايه؟ دي عامل زي حرف 8 يعني. انما سابكو تيكلر ويتلو مكانه مش كتير. سابكو تيكلر ويتلو تعريفه اتي سباس اندر وات؟ كلوتيكال يعني انفكشن ليميتد لمين؟ للابيدرمس. لو زاد عن الابيدرمس اتحول اسمه الى وات؟ كولر ستارد ابسس. معالي بالويتلو ماليش دعوه بالكولر ستارد. بالويتلو ده انا مش محتاج افتحه بالمشرط قوي. محتاج اعمل ايه في الحته الانفليمد بس؟ اشم. اكحت الابيدرمس يعني. فلما اكحت الابيدرمس هيعمل ايه الباص؟ هيطلع لوحده. اكحت الباص يعني مش محتاج اساسا ديب انسيجن. والدكتور خالي كاتب بس في المحاضره في الصف دي كلمته ده وانت بتكحت الباص او انت الباص بيطلع لوحده دخل برو. ليه دخل برو؟ ليه دخل سيخ رفيع؟ عشان اشوف لو دول ديب انسيجن. بس مش عايز اكتر من كده. فين؟ بالويتلو اللي ابتدى بيه المحاضره. تمام. ممكن بقى الدكتور خالد طالما احنا عملنا اسئله في الامتحان طبعا الدكتور خالد هو ده المحاضره دي وهو اللي بيبعت الاسئله اللي في الامتحان. ممكن الدكتور خالد يسيبنا كل ده ويسيبنا ويضحك علينا بعد ما عدى من الساعه 2 وربع للساعه كام؟ 5 ونص لغايه الساعه 3 ساعات مفتوح عندنا كلنا بهاند انفكشن. ممكن يبعت لنا سؤال على اقول لكم يبعت سؤال على اي حاجه. ايوه برافو عليكم. على مين؟ الكونتوري على جروب توني ايه؟ دور فلان ويطلع لنا ايه؟ لسان. مش انت معاكم زي فوقي؟ الهاند انفكشن. طب انا مش هجيب السؤال بالهاند انفكشن هجيبه منين؟ في الدو في الجروب وات؟ توني. استنى بس انا هجيب الجروب توني بتاعته. مش عايز اي تعليق خالص. كان ممكن اتكلم قبله واقول
بس الجمعة دي اسمها جمعة ما علينا، دي جمعة كتاب الصوم. فلو سمحت يعني حاول تحضر السبت أو الجمعة، هتبقى من 7 ل 12، هتبقى من 7 ل 12. الحصة دي هيبقى فيها الأكل فمش عايز حد يجي، هيبقى فيها الاندوكرينولوجي والسيريبري والريد الانفكشنز والاسيد بيز امبالانس والفيل نيوتريشن. ساعة 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 تقريبا معظم كل موضوع بياخد ساعة. لو سمحت لو سمحت يوم السبت اللي عامل حسابه يروح للسبت، السبت اجازة او هيجيب السيشن الاولانية كده. يعني انا يا عبد العليم واحد من جمعه تحضر، انا يبقى عبد العليم السبت، عبد العليم السبت يبقى انا جمعه لا اقول تصرف. وانا صبح وجمعه الصبح من 7 ل 12، جمعه والسبت الصبح من 7 ل 12. ولانكم هنقصد ثانيه واحده، هنقصد ما عندناش السبت بعد الظهر بيقصد، عشان ما ينفعش ابقى انا واقف تعليم في يوم واحد، مش هينفع الناس دي خالص انا وعبد العليم في يوم واحد، مش هينفع تضرب انا وعبد العليم في يوم واحد. تمام؟ ده بقى انجلومينج تونيل. انجلومينج تونيل ده انجلومينج تونيل. يعني ايه انجلومينج تونيل؟ حبيبي بالعربي يعني الزوز الغادر، يعني الصباع امبدت في النيل البارد. تمام؟ ده بيحصل في مين بقى؟ بيحصل، ركزوا بقى معايا ربنا يخليكم، بيحصل عشان دي التركيه اتعلموا على اول، بيحصل في اللي بيلبسوا تاي شوز. تمام؟ تاي شوز تنزل على الشباشب كلنا تاي شوز، وبيحصل لو قطعت النيل تو كومباكس، لو النيل قطعت كومباكس، النيل اصله كومباكس نيل كومباكس. على الظهر سنة فاتت عملية كومباكس وإنها مختصة في البديكير والمانيكير كانوا عاملوا كومباكس، يعني نيل كومباكس يعني قطع الناس اللي بيوصلوا نيل كومباكس كده، مش عايزين نوصل نيل كومباكس كده، هنرصوا فلات. معرفش اتصرف في مصر رصوا فلات على لاب الوان، ما تفتكريش النيل كومباكس. المفاجأة بقى، المفاجأة بيحصل كمان لو وصلتوا تو شورت. تمام؟ الحته دي بتغرز. فبالتالي الصباع بيغرز، مش الصباع اللي بيغرز، الضرفه بيغرز. تمام؟ البريزنتنج سيمتوم في بقى بيجي له بينه ما اعرفش ايه والكلام ده كله، علاجه قبل ما تفكر في العمليه، علاجه قبل ما تفكر في العمليه لازم تجرب مزرد. يعني ايه تجرب مزرد؟ شايفين الحته اللي غازه؟ في الحته اللي غازه اجيب شاشه بتدين او شاشه بتيتشر بالزوين او سبتيوت او سبت جاوا او ماي نار اي حاجه، اجيب اي شاشه واعمل ايه في الحته دي من جلد؟ ازوقها كده، اعمل يومين ثلاثه ازوقها كده، ازوقها كده، بحاول اعمل ايه لما ازوقها كده يومين ثلاثه او اسبوع اصلحها بالظبط من الغرزه اللي فيها، بحاول مش بشتغل على النيل، النيل مش عارف اشتغل عليه واطلع الحته اللي غرزه، انا بشتغل على النيل فولد ده، الحته دي في شاشه كده احاول اعمل ايه؟ اطلعه بره بالظبط، ياخد العام فرصته ان شاء الله اسبوع. فمش اي حد عنده ظفر غائب لازم يروح للدكتور ايه؟ يشيله. بعد كده علاجه في الاخر هنشيله. لما نيجي نشيله بقى بيتشال ازاي؟ بيتشال ازاي؟ يتشال بإليبس كده، إليبس. إليبس. حته اليبتي كده. اتفضلي يا احلام الناس. مين؟ رهف. دي بنت اسلام. خلي رهف تدعي لهم. خلي رهف تدعي لهم. هنيجي نشيل الحته دي منين؟
هنشيل الحته دي منين؟ لما نشيل الحته دي منين لازم تتشال، لازم تتشال بمين بقى اللي تحتيها؟ لازم تتشال بمين اللي تحتيها؟ جيرمان مادنس. عشان ايه؟ ما تطلعش تاني، عشان ما يطلعش الضفر ده تاني، ما يطلعش تاني. ما الحته دي من الضفر بتتشال اهو، بتشيل اهو بالهيبات بتاعها اللي اسمه جيرمان ايه؟ ماتريكس، عشان ما تطلعش الرنين. عشان ما تطلعش ايه يا جماعه؟ الضفر بتشال بالاندرلاين باد بتاعه اللي اسمه جيرمان ماتريكس، عشان الضفر ما يطلعش تاني. مش كل الضفر ما يطلعش تاني، يعني حته الحته الادرى دي بس. عشان بيطلع بيغرس تاني، بيطلع بيغرس تاني، بيطلع بيغرس تاني، بيطلع بيغرس تاني. جاوب السؤال بتاعه. ده السؤال بتاع الدكتور خالد المشهور قوي اللي بيحطه في الانجرون بونيت بدل ما نقعد نذاكر الانتي انفكشن، وفي الاخر يجي لنا السؤال ده. على ايه صوريا يا شمال ونازلين؟ لكن زمان احنا كنترول تون ايه؟ فين الاجابه؟ نقصه اكروس موفاكسلي ولا نلبس جزم ضيقه؟ هي كنت تتخبط ما بين الاجابتين دول. اعمل ابارك تون ايه؟ ولا الموبل اوف ذا جنرال ماتر اوف ذا افكت سايد ذا سورا سبيز اوف يو؟ هي دي الاجابه. هي دي الاجابه. سؤال سهل جدا مش محتاج ان انا كنت اشرحه اساسا. تمام، نرجع لسواريز. نرجع تاني لسواريز. هنكمل سواريز.